الرئيس السيسي يتابع موقف الانتقال للعاصمة الإدارية ويوجه بأن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها. بعد جولة شملت روسيا وأوكرانيا وألمانيا، ماكرون يؤكد التمسك بالحوار لمنع اندلاع حرب في أوروبا. الصحة العالمية تعلن تسجيل نصف مليون وفاة بكورونا منذ اكتشاف متحور أوميكرون. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية وفق جداول التنفيذ المخطط لها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، موجها سيادته بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كما عرض السيد وزير الإسكان الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري للوحدات السكنية. نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي خلال ساعات. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار المنشآت أو قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، وأرجى الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى. وخلال الجلسة تقدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص الشكر والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية. استهل مجلس النواب جلسته العامة بشكر الفريق القومي لكرة القدم على ما قدمه من أداء رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية. اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير لفريقنا القومي لكرة القدم بخالص الشكر على ما قدموه من أداء رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية أسعد الجماهير، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا. كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وأرجى الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى. القانون المقدم من الحكومة بخصوص تعديل بعض مواد القانون الشهر العقاري لا جت في صالح المواطن، يعني لو بنتكلم على الأمور اللي هيستفاد منها المواطن هيسر إجراءات كتير جدا وسنوات كتير جدا كان بيعاني منها المواطن
المواطن المصري في توثيق وتسجيل وشهر العقارات الخاصة به. لا احنا بنتكلم دلوقتي على فترة لا تعدو 37 يوم بحيث يعتبر العقار بالكامل مشهر ومسجل في الشهر العقاري، يقدر بعد كده المواطن المصري يستخدمه، ياخد عليه تمويل، ياخد عليه اقتراض، يقدر يستخدمه بكامل الاستخدامات. دي من ناحية اولى. من ناحية تانية لو بنتكلم برضو على بعض التسهيلات اللي موجودة، رسوم الفحص اللي كانت موجودة كانت برسم نسبي لا يتعدى 1% من قيمة العقار او من قيمة الحق العيني، دلوقتي بقى الرسم الرسم المطلوب في الفحص هو لا يتعدى 500 جنيه، وده ايضا نوع من انواع التيسير اللي موجود على المواطنين. انا لو عملت حوافز للناس خلال اول فترة انها حتى لو مش عايزين نلغي المصروفات خالص لكن نقللها. تاني حاجة اني لازم ادرج، ما يبقاش في رسوم ثابتة، رقم ثابت مثلا لخدمة معينة على اي شقة في مكان بسيط زي اي فيلا، يعني اكيد طبعا في الاخر في مصروفات متدرجة بس ما يبقاش في اي رسم ثابت على الكل. الارقام لازم تبقى محددة وواضحة ومعروفة، ما يبقاش الناس مش عارفة. واخر حاجة واهم حاجة ان انا أتيح التسجيل ده إلكترونيا. وخلال الجلسة رفض مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981. ووافق المجلس نهائيا خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما أحال رئيس المجلس اتفاقيتين دوليتين وخمس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمات التي يتم تنفيذها خاصة المواسير وغيرها. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يأتي لمتابعة الجهود الخاصة بزيادة حجم الإنتاج من المواسير التي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير في ظل تنامي مشروعات قطاع التشييد والبناء وكذا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على توفير المواد الخام الداخلة في تصنيع المواسير وزيادة قدرات التصنيع المحلي. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتكثيف الجهود من أجل استكمال تنفيذ مخططات تطوير مدينة إسنا باعتبارها مدينة تاريخية تضم العديد من الأثار. جاء ذلك أخذ الاجتماع عقده مدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والمخططات لتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا سياحيا، كما تم عرض ركائز رؤية إسنا 2030 والمخطط الاستراتيجي لمدينة إسنا ومبادئ الحفاظ العمراني واستغلال الموارد المتاحة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظتي الأقصر وسوهاج لإقامة مدينتي إسنا وجرجا الجديدتين. كذلك خلال ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية والاشتراطات التخطيطية والبنائية. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في الصعيد تأتي في إطار توجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد من خلال عدد من البرامج والمشروعات القومية لتكون أكثر جذبا للاستثمارات المتنوعة وتوفير فرص عمل في مختلف المجالات التنموية. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية. وخلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيس باديل، أشار المنفي إلى أن المشكلة القائمة الآن في ليبيا هي قانونية ودستورية ويجب معالجتها في أقرب وقت، موضحا أن المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل وأن تتم في أقرب وقت ممكن. أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجريندي أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي.
وأوضح الجريندي خلال لقاء بسفراء مجموعة السبع المعتمدين لدى تونس أن ما أعلن عنه من الرئيس قيس سعيد من حل للمجلس لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما على درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما يشابه من خلافات. أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن إرادة بلاده القوية وعزمها الثابت على ترسيخ علاقات الأخوة وتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع تونس في شتى الميادين بما يخدم طموحات الشعبين الجزائري والتونسي. جاء ذلك خلال كلمته على هامش زيارته إلى تونس للمشاركة في إحياء الذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف، حيث أكد رئيس الوزراء الجزائري أن الإرادة الصادقة للتعاون عبر عنها رئيسا البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، والتي تكللت بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. خاطب رئيس الجمهورية العراقية أبراهام صالح المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بشأن الفراغ الدستوري، وطالب صالح المحكمة الاتحادية في وثيقة بتفسير المادة الخاصة بعدم تمكن مجلس النواب من إنجاز المطلب الدستوري الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية والتعامل مع هذه الحالة فيما يتعلق بمهام رئيس البلاد تجنبا لحدوث فراغ دستوري وحتى استكمال متطلبات مواد الدستور. وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة قد اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال القاضي أحمد فيصل السعدي والرائد حسام العلياوي، وأوضح الكاظمي أثناء جلسة مجلس الوزراء أنه يتابع مع القيادات الأمنية في محافظة ميسان تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن والقانون وفرض هيبة الدولة وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، متوعدا بالخصاص من المجرمين ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن المحافظة واستقرارها، كما شدد الكاظمي على رفض أي شكل من أشكال التجاوز على الدولة العراقية ومؤسساتها. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهدف الرئيسي من التحرك الدبلوماسي الحالي هو منع اندلاع حرب في أوروبا، وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين مع المستشار الألماني والرئيس البولندي حول الأزمة الأوكرانية، أكد ماكرون أن اشتراك جميع الأطراف ذات الصلة هو السبيل الوحيد لإعادة السلم والأمن إلى أوكرانيا. سنواصل تعزيز هذا الحوار في إطار صيغة نورماندي واتفاقات مينسك لأنها الصيغة المناسبة لحل الأزمة الأوكرانية. وقد تناقشت مع بوتين وتناقشت كذلك مع زيلينسكي رئيس الأوكراني، والمستشار الألماني سيزور كل من موسكو وكييف في الأسبوع القادم، ونحن الخبراء سيواصلون التقاءاتهم. ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كذلك هي التي تؤطر هذا العمل. التزام الأوروبيين واشتراك كل الأطراف ذات الصلة وكذلك تأكيد الالتزامات من قبل بوتين وزيلينسكي هو السبيل الوحيد لإعادة السلم والأمان في أوكرانيا. كان الرئيس الفرنسي قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني في كييف أنه حصل خلال محادثاته الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي حصل على تعهدات باحترام اتفاقيات مينسك ما يسمح بإحراز تقدم في المساعدة الأمنية في المنطقة. بالأمس مع الرئيس بوتين تحدثت بشكل مطول على هذه المواضيع، وهو أعاد التزامه مرة أخرى باحترام اتفاقات مينسك. أود أن أشكركم لأنكم أكدتم لي اليوم في اجتماعنا بشكل واضح إرادتكم لتنفيذ هذه الاتفاقات، اتفاقات مينسك. إن هذه الإرادة المشتركة هي التي ستمكننا من بناء السلام، وهو الدرب الوحيد للوصول إلى حل سياسي مستدام. أود هنا أن أذكر أن قاعدة اتفاقات مينسك في فبراير 2015 لديها عدة أهداف، لا سيما
إعادة أراضي لوغانسك ودونباس إذن إلى سيادة أوكرانيا وحماية الوحدة الترابية لأوكرانيا. على أساس هذا الالتزام المزدوج من أوكرانيا وروسيا فيمكننا الآن أن نحرز تقدما في هذه المفاوضات. ومن جهته أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع عقد قمة قريبا مع قادة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا تحت صيغة النورماندي رباعية في إطار المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا. ذكرتم علامات تظهر أنه لا يريد التوتر والتصعيد وأن هذا مجرد ضغط. أنا حالياً اليوم لا أعرف أي شخصية في أوروبا يمكن أن تفرض ضغطاً كبيراً على الاتحاد الروسي. تحرير أراضينا لحد الآن لا يحدث، إجلاء من الاحتلال. الأهم هو الخطوات. أول خطوة هو عقد اجتماع لإطار وصيغة نورماندي، وهناك اجتماع القادة شيربا في برلين. هذا الاجتماع سيكون مهما، خطوة كذلك. هذه المنصة، منصة وصيغة نورماندي، يجب أن تفسح المجال أمام القادة للاجتماع لكي يظهروا بالفعل انفتاحهم ونيتهم للتعاون. هناك عدة شعارات ونداءات يمكن أن تردد. أعلن الكرملين أن وقف التصعيد حول أوكرانيا ضروري للغاية، مشيرا إلى أن توريد الغرب أسلحة لكييف سبب من أسباب تنامي التوتر في المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو ترى أن الدول الغربية تبعث قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، فيما تنظم أوكرانيا مناورات تجرب فيها أنواعا جديدة من التقنيات التي تتلقاها، وهو ما يقود إلى توترات جديدة في المنطقة. وأكد بيسكوف أن القوات الروسية ستعود إلى أماكن تمركزها الدائمة بعد انتهاء المناورات التي تجريها في بيلاروسيا. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن موسكو تنتظر ردودا من الدول الغربية بشأن مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة. وقال المندوب الروسي إنه من المهم لموسكو أن يكون لديها رؤية واضحة لكيفية تنفيذ الدول الغربية للالتزام بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى، مؤكدا أن هذا الأمر سيتيح لموسكو بلبرة خطوات لاحقا في مجال الأمن الأوروبي. أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في حال الضرورة. وأعرب دي مايو عن قناعته بأن الاتحاد الأوروبي هو الوسيط الوحيد القادر على تسوية الأزمة حول أوكرانيا، مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي لا تسحب دبلوماسيها من أوكرانيا بناء على التقييمات الأخيرة بما فيها تصريحات البيت الأبيض حول عدم وجود خطر للهجوم الروسي الوشيك على أوكرانيا. أعلن وزير الخارجية الإسباني أنه سيسافر إلى كييف في محاولة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بين أوكرانيا وروسيا. وقال الباريس إنه لا أحد يستعد للحرب، مشددا على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل أي خلاف. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ووفاة 60 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج 3121 متعافية من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 377 ألف حالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 500,000 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ اكتشاف متحور أوميكرون، وصفة هذه الحصيلة بأنها أكثر من مأساوية. وأكدت المنظمة أن العدد الكبير للوفيات والإصابات الناجمة عن أوميكرون يثير الذهول، مشيرة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير من تلك المعروفة. وشددت منظمة الصحة العالمية أن العديد من الدول لم تتجاوز ذروة أوميكرون حتى الآن.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن اختبارات فحص فيروس كورونا للمسافرين القادمين إلى فرنسا ستنتهي قريباً. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية خلال أسبوع موعد انتهاء اختبارات دخول فرنسا المسافرين الحاصلين على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأضافت أنه بغض النظر عن البلد القادم منها المسافر، لن يكون من الضروري تقديم اختبار سلبي عند الوصول إلى فرنسا، شريطة أن يكون قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس. وقفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دقيقة صمت على سلم مبنى الكابيتول لتأمين أكثر من 900,000 شخص فقدوا أرواحهم بسبب كوفيد-19، وانضم إليها عدد من نواب الحزبين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ولا تزال الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ارتفاع في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى أكثر من 2400 حالة وفاة يومياً في أضخم عدد منذ الشتاء الماضي، على الرغم من تراجع أعداد الإصابات اليومية في 47 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. قررت الحكومة النمساوية إجراء تخفيف جديد في القيود المرتبطة بمكافحة وباء كورونا، وذلك اعتبارا من السبت المقبل. وقال المستشار النمساوي كارل نهمر أنه سيتم منح غير الملقحين حريات أوسع في التسوق، إضافة إلى زيارة المكتبات والمتاحف والمعارض وغيرها. أعلنت إيطاليا إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد بدءا من الجمعة المقبلة. وقال نائب وزير الصحة الإيطالي إن القرار جاء بناء على تراجع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 30% في غضون أسبوع واحد، مشيرا إلى أن عدم تمديد فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق تمثل علامة أمل لجميع الإيطاليين. وأكد أن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالوباء، والتي ستنتهي في 31 من مارس القادم. طور علماء صينيون اختبارا جديدا لكشف الإصابة بفيروس كورونا نتيجته دقيقة كاختبار PCR الذي يجري في المختبر، لكنه يعطي النتائج في غضون دقائق. وطور فريق من الباحثين في جامعة فودان الصينية في شنغهاي مستشعرا يستخدم الإلكترونيات الدقيقة لتحليل عينات الحمض النووي التي تجمع بواسطة مسحة. وهذا المستشعر المتصل بجهاز محمول يجعل الحصول على النتيجة في أقل من 4 دقائق أمرا ممكنا، على ما أوضح مطوروه الذين أشاروا إلى أن هذا الجهاز الذي يتمتع بحساسية عالية يوفر السرعة وسهولة التشغيل والنقل. تقام اليوم مباراتان في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، يلتقي خلالهما فريق إمبي مع ضيفه مصر المقاصة، ويحل فريق الجونة ضيفا على فريق طلائع الجيش. خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات. وكان الأهلي وصل إلى هذا الدور بعد فوزه على مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، فيما سيلتقي السبت مع الخاسر من المباراة الثانية للدور قبل النهائي بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. يلتقي الهلال السعودي مع تشيلسي الإنجليزي اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وتأهل الهلال السعودي للدور قبل النهائي بعد فوزه 6-1 على الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني للمسابقة، بينما يشارك تشيلسي بداية من نصف النهائي بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا. أعلن نادي بشاك شهير بشكل رسمي عن تعاقده مع الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ونشر نادي بشاك شهير التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا للنجم محمود حسن تريزيجي بقميص الفريق ولحظة التوقيع على العقود في حضور أحد مسؤولي النادي. عاد محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية. ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر مقطع فيديو لعودة محمد صلاح إلى ملعب الريدز للمشاركة في التدريبات استعداداً للمشاركة معه في مباراة الخميس المقبل ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد اليوم في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، ويسعى مانشستر سيتي إلى عبور عقبة برينتفورد لتوسيع الفارق مع ليفربول وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث، بينما يسعى برينتفورد لحصد 3 نقاط بعدما فشل في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي في آخر 4 مباريات. تأهل إنتر ميلان إلى الدوري نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الدوري ربع النهائي للمسابقة. ومن المقرر أن يواجه إنتر ميلان في المربع الذهبي الفائز من لقاء ميلان أمام لاتسيو المقرر إقامته مساء اليوم. تأهل فريق موناكو إلى الدوري نصف النهائي لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه فريق أميان بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الربع النهائي للمسابقة. وقد سجل هدفي موناكو كل من أوريلين تشاوميني في الدقيقة 5 من عمر المباراة وكيفين فولاند في الدقيقة 54. يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام السابع وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتابع موقف الانتقال للعاصمة الإدارية ويوجه بأن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها. بعد جولة شملت روسيا وأوكرانيا وألمانيا، ماكرون يؤكد التمسك بالحوار لمنع اندلاع حرب في أوروبا. الصحة العالمية تعلن تسجيل 500,000 وفاة بكورونا منذ اكتشاف متحور أوميكرون. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.